الحر. اقول لك في نهايه رمضان حولت عليه فلوس الزكاه، قام صورها الحواله وحطها في السناب حقه في القصه، في قصتي امام الناس، كتب شكرا لك يا ابو روان العيديه. حلو، مو كذا. طيب انت كاتب زكاه ولا مالك؟ انا محول حواله ماليه واخذ رساله، رساله الحواله وصورها وكاتب فوق شكرا. دبسوا دبسوا الناس يا رب تطرب عيديه. شكرا يا والله دخل علي العالم. يبغى عيديه هذا سناب ابو روان، روحوا والله العظيم بهدلوني اقسم بالله. يعني تكفى الله يخليك، الله يرحم والديك، محتاجين نبغى نتعيد مع الناس. والله ما قدرت افتح المره الجايه حول على وعد عيدي ويودع. الحديث يجر بعضه. سمعت الدكتور يتكلم وتتكلمون مع الدكتور على موضوع رحله وكأنه مشارك في الهايكينج او شيء من نعم هذا. نعم واضح يعني من كلامه هو من اساسي الاعمده الاساسيه في الهايكينج. ما شاء الله تبارك الله. طبعا المثل يقول اذا بلغ الرجل 70 اشتكى من غير عله، وهو سليم بس يشتكي. الله. ولذلك اذكر قصه ذكرها الدكتور سليمان العلي وامسي عليه بالخير في كتاب متعه الفشل. القصه هذه تتحدث عن ثنتين اخوات كبار في السن، اعمارهم وصلت 70 سنه. ما شاء الله. فقالت واحدة من الأختها، قالت نحن تعبنا وكبرنا في السن، نبغى نروح دار عجزة. قالت في أحد اشتكى منك؟ قالت ما في أحد اشتكى. قالت أنت مريضة؟ قالت لا ماني مريضة. قالت خلاص عندي لك شور ثاني، إيش هو الحل؟ قالت رح نعمل رياضة غريبة ما أحد سواها في مثل هذا السن. إيش تتوقعون هذه الرياضة؟ الله يستر. الرياضة هذه كانت هي تسلق الجبال. حطموا الرقم القياسي وأعمارهم 90 سنة في تسلق الجبال. الشغلة يا جماعة الخير ما هي على العمر، الشغلة على النفس، النفس وعلى الروح وخفة النفس. في بعض الناس يرزقنا خفة النفس يا أبو أول ما يتقاعد خلاص وخفة الوزن، أول ما يتقاعد يحكم على نفسه خلاص أنه انتهى ما عاد. بالعكس هذه بداية الانطلاقة، الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الأعمار في 60 في 70. صهيب الرومي دخل الإسلام وعمره قرابة 80 سنة. حسان بن ثابت 60. وحسان جميع الصحابة رضوان الله، أغلب الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا في مثل هذا السن. لذلك الإنسان لا يحكم على حياته بمجرد رقم، إنما عيش وقتك. فأنا انبسطت صراحة من كلام، ولو أني زعلان منه لكن انبسطت من كلامه لما يقول جيب لنا أرض مستوية هذه عشان نطلع معك. فهو جزاه الله خير الدكتور ما قصر، قال أجيب لكم طلعة جميلة وحلوة بعيدة عن الجبال. يا سلام. مع أنه نفترض ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا دور بينك. مرة دورنا من صحاري نجد أنا أبو صالح وزهل خلنا حولك بالدوار الحلوان في أرض مستوية وحلوة أما أنك بتطامرني في الجبال. لا خلنا بالدوار، خلنا بالدوار فالدوادمي. إيه؟ هابرك حزة يلا الله يلا يخليه. هو يبيها بس أبد ولا انطلاقة من بيت الوالدة. يلا يا أبو صالح إلى شقرة. يلا يا أبو صالح إلى الزلفي. إلى الزلفي. طيب ماني خوي لكم أفايد العلم ما دام إنكم كذا. لا يا أخو ها لا أنا طيب إلى أجبة ولا يهمك يا أخوي. أكلف عليكم وتكره ما تصلح ديرت. هذا شايب اسم جوها